ممكن ظروف حياتي تؤدي ان انا اعمل او اخد اتجاه معين او افكر في حاجه معينه بناء على لخبطه في ظروف حياتي. احيانا بتبقى ممكن تبقى الناس تانية مش شايفين الحته دي، بس دي ما انا عشان كده بقول لك بيهايند ذا سينز، ان الناس بتشوف دايما حالة الفنانة بس. هي بالنسبة لهم حالة الفنان دي ما ينفعش تغلط، انما هم ما بيروحوش ورا الستارة دي وبيشوفوا ان انا انسانة، ما بيشوفوش الكواليس، انا انسانة بمر في حاجات في حياتي، يعني انا بمر بظروف في حياتي، بمر في حاجات ممكن تبقى صعبة قوي في حياتي. لازم اقف ولازم اخد ستابس غصب عني. انا قلت لك احيانا بتبقي احيانا في حتة معينة يا تنطي بقى من ده وتروحي يا تاخدي قرارات في حياتك. احيانا ظروفها بتحطك انك تاخدي قرارات معينه. And you have to adapt للقرارات. بس انت وصلتي ان انت تتشطبي من النقابه. لان ما انا بقول لك، لان احنا في الزمن يعني المره دي الصراع ده يا حلا. ايوه حبيبتي كبر كبر عليكي حتى، فاهمه قصدي؟ لا انا هشرح لك ليه. لان احنا في زمن السوشيال ميديا. احنا في زمن مليان، يعني انت لو عملتي حاجه صغيره قد كده تكبر، تبقى قد تكبر قد كده، لان انت عندك سوشيال ميديا وعندك ناس، وعندك ناس رافضين للي انت بتقوليه، وعندك ناس كارهين، وعندك ناس مش حابين، انت عندك كل الانواع. فانت بقى غصب عنك في الزمن ده في وسط الصراعات الكتيره قوي دي والتناقضات اصلا عند الناس هي اللي كتيره، غصب عنك عنهم هتلاقي بقى الحاجات كبرت قد كده. انت فاهمه قصدي؟ فهم كبروا مواضيع قوي، مواضيع كبرت قوي في الوقت ده، فاهمه؟ فعشان كده انا بقول لك القصه دي كلها ليه مش بحب انا اتكلم فيها، لان هي مرحله عدت في حياتي. في حاجات اثرت فيا بالسلب. اكيد بالسلب على فكره، أكيد اكتر بكتير من الايجاب. لكن بعد كده انا خدتها وقررت ان انا هقف وهحولها لايجاب، ايجابيه. مش هتبقى سلبيه. في ناس اتضروا وفي زمايلك. انا اول واحده اتضريت. انا يعني اول واحده اتضريت. هقول لك معلش انا هوقفك. لا انا اول واحده اتضريت. انا اول واحده يعني نفسيا اتضريت من الحته دي قبل الناس. واكتر حد طبعا اكيد. مش كانش سهل عليا خالص الموقف ده، فاهمه؟ بس انا بقول لك احيانا في بعض الاوقات في الحياه بتبقي في موقف معين في حياتك وغصب عنك بتضطري تادابت وتبقي في حته معينه مش عارفه تطلعي دلوقتي، فخلاص بتسيبي الامور تمشي كده. لكن انت ما كنتيش تقصدي الاساءه ابدا. عمري وطول عمري في حياتي، انا عمري في حياتي ما عملت يعني اي تصريح يضايق حد، والناس كده عارفه كده عني. لا اتخانقت في شغلي ولا عملت مشاكل مع حد. انا طول عمري مسالمه جدا، ومش من النوع اللي انتقد على الهوا، مش من النوع اللي اطلع اكلم حد زميل او كده على الهوا، مش طبيعتي خالص يعني.